المتهمة غدرت بطعنات برقبته. سبق تكشف تفاصيل وقعة وفاة الغريبي الشاب المبتعد بأمريكا. كشفت سبق تفاصيل وفاة الشاب الوليد الغريبي 25 عاما مغدورا على يد جارته بالعمارة التي يسكنها في ولاية جورجيا الأمريكية، حيث قامت المتهمة بغدره بطعنات برقبته وهو في دورة المياه، وفارق الشهيد الحياة مغدورا وكان على وشك التخرج، إذ تخصص في هندسة الشبكات وتبقى على فرحة التخرج قرابة الشهرين. وقال عمه محمد الغريبي لسبق: الوليد الله يرحمه يسكن في عمارة عبارة عن 9 غرف ودورة مياه والصالة والمطبخ مشترك، والمتهمة تسكن معهم بنفس العمارة بالدور الثالث، وقامت بغدره رحمه الله وهو بالحمام بطعنه برقبته، وسرقت هاتفه الجوال والجهاز المحمول ومحفظته وهربت، والحمد لله على كل حال. واختتم وتقرير الشرطة يقول إنها ليست طالبة ومدمنة مخدرات وعمرها 19 عاما، وحسبنا الله ونعم الوكيل وكفى. أما عن الرسالة المتداولة التي تقول إنه عرض أثاثه للبيع وهكذا لا صحة لها، وبالنسبة للجثمان والعزاء، السفارة ذكرت لأخي والد المتوفى غدا يستلموها، وإن شاء الله توصل بالسلامة ويتم تحديد موعد الصلاة والعزاء. وقد أشارت أنباء إلى أنه تم القبض على المجرمة بعد أن سلمت نفسها.